السلام عليكم، برحب بحضراتكم بالجزء الثاني عندنا في الفلاتر كورس الفوتوشوب. احنا اخر حاجة كنا اشتغلنا عليه اللي هو اللينس كوركشن. انا ضغطت على الزر اوكي تمام في اخر الدرس بتاع الجزء الاول. فسريعا كده عشان ندخل على طول في الدرس، لو جيت بصيت هنا هلاحظ ان برضو الميل بتاع الصورة، في ميل هنا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، والصورة لسه برضو ما تعملتهاش لينس كولكشن تمام. فممكن ان انت قلنا المرة اللي فاتت في الدرس في الجزء الاول ان انا ممكن اضغط على كنترول اف من لوحة المفاتيح فهيكرر لي الفلتر تاني. بس هنا عندنا اول ما جيت ضغطت على كنترول اف من لوحة المفاتيح لقيت ان الدنيا ما اتظبطتش قوي، يعني لقيت الدنيا اتلعبكت شوية، فهعمل تراجع كنترول زد وهروح اعمل لينس كوركشن تاني تمام. طبعا قلنا هروح اضغط على الكاستم واحاول ان انا اغير في الاعدادات دي بحيث ان الميل ده او المبنى اللي هو فيه حتة ميل ده ان هي ايه تتظبط معايا. ففي الديستورشن خلاص هحاول ان انا اوسع مجال الرؤية شوية، وهنزل تحت في الفيرتيكال برسبكتيف احاول ان انا اصغر القيمه بتاعته بالشكل ده، وعلى قدر الامكان هحاول ان انا اظبط يعني انا وشغال هتبقى عيني على الخط ده بحيث ان هي تبقى مظبوطه معاي بخط مستقيم. بعد ما اخلص بضغط على الزر اوكي، فبص بلاقي ان الصوره معايا بالشكل ده تمام. فلو جيت بصيت للصورة قبل وبعد الفلتر بتاع اللينس كوركشن، ادي هنا بداية الصورة كانت زي ما احنا شايفين كده ان العدسة تحس زي كأنها كده مقعرة او عين السمكة، الناس اللي بتصورها تعرف الكلام ده. بعد ما طبقنا الفلتر هنبص هنلاقي ان شكل الصورة بالشكل ده. طبعا علشان الصورة عندي بتتشد فممكن الأجزاء اللي هي كانت على اليمين هنا ولا على الشمال ممكن إن أنا ألاقيها مش موجودة تمام. فممكن إن احنا بعدين نظبطها أكتر وأكتر. ده اللي هو الفلتر بتاع اللينس كوركشن. فلو أنت حضرتك شغال مثلا بتصور أو مثلا شغال في استوديو وحصل معاك الصورة بالشكل ده، فطبعا أنت على طول بتروح على اللينس كوركشن. هروح على فلتر تاني، الفلتر اسمه ليكوفاي. الفلتر ده بيستخدموه اكتر ان هما الرسامين اللي بيرسموا كاركاتير وبيحاولوا ان هما يعملوا تحوير كده على الوش والكلام ده. الفلتر ده برضو ممكن ان انا استخدمه في التأثيرات على الشخصية بحيث ان هي ممكن احولها لصورة كرتون مثلا او شكل فاني شوية زي كده. فعلى طول هروح من قائمة فلتر واختار ليكوفاي. طيب الفلتر عندنا بالشكل ده، فبلاقي هنا في مجموعة ادوات خاصة بالفلتر وفي عندي هنا مجموعة اوبشنز خاصة بالفلتر. هروح على طول على اول اداة اللي هي الورب تول. الورب تول دي الفايدة بتاعتها ان هي عاملة زي السمادج تول اللي احنا قلنا عليها قبل كده، بس الفرق ان السمادج تول ممكن ان انا اسيح بيها الوان، لكن الورب تول دي لو جيت ضغطت كده وسحبت بلاقي نفسي ان انا ممكن اعمل التأثير ده على الوش زي ما حضراتكم كده شايفين تمام اهو. فلو جيت لاحظت ان الاداة دي بتعمل وارب، ممكن ان انا اعملها وارب لبرة زي ما انتم شايفين كده ان انا اهو، وممكن ان انا اعمل لها وارب لجوه خلاص. فزي ما انتم شايفين كده التأثير يعني مش محتاج شرح ولا حاجة، ان انا ببتدي اخد اجزاء كده من الصورة وببتدي اسحبها لفوق بيبقى عندي زي الورب. في عندنا الاوبشن بقى بتاع اللي على اليمين، فبلاقي هنا في التول اوبشن في حاجة اسمها اللي هو البراش سايز اللي هو حجم الفرشة. يعني لو جيت لاحظت ان الفرشة ادي هنا بالشكل ده اللي هي الدايرة دي، فلو جيت كبرت بتكبر معايا، لو جيت صغرت بتصغر معايا. وعندنا البراش دينستي اللي هو قوة البراش، يعني انا هخليها مثلا 1 تمام. فلو جيت ضغطت وسحبت بلاقي ان التأثير معايا يكاد يكون مش باين اصلا يعني.
فاغير بقى اللي هو القوة بتاعتها، لو جيت مثلا خليتها 30، فالقوة البراش او ان انا لما باجي اسحب زي كده فبتبقى ضعيفة شوية. طبعا دي ليها استخدامات ودي ليها استخدامات زي كده يعني. فنخليها مثلا 80، انا مش بلعب في حجم الفرشة، انا بلعب في ايه، في الاعدادات اللي هي بتاعت قوة الفرشة. بصوا كده 80 لما هاجي هضغط، واخدين بالكم؟ فلقيت ان قوة الفرشة عندي قوية شوية خلاص. فعلى حسب ما الفرشة على حسب الشغل اللي عندي، فابتدي اعمل اللي هو قوة الفرشة بالشكل ده. البراش بريجر ده طبعا بيبقى اكتر الفايدة بتاعته لما بيبقى عندي حاجة اسمها جرافيك تابلت، اللي هو التابلت اللي هو زي ويكام او الاكسبن وكده. عندنا بعدين الفرشة دي لي ريكونستراكت، دي بقى بترجع كل حاجة زي الاول. يعني لو جيت مشيت كده عليها بترجع لي الجزء، اي تعديلات انا عملتها بترجعها للاول. يعني اقدر اقول ان هي تعتبر زي الهيستوري بتاع الادوات عندنا، يعني يدوب ان انا بضغط وبسحب كده حواليها، فببص بلاقي ان ايه، بترجع الحاجة زي الاول. انا هعمل كنترول زد علشان عايز تأثير. عندنا بعدين التورل، تمام. دي بتعمل بقى زي ايه، زي دوران كده حوالين بعضه، يعني كنا نكبر البراش شوية عشان يبان التأثير، تمام. ولو عايز اعكس التأثير ده بضغط على Alt من لوحة المفاتيح، يعني ده بيبقى دوران ناحية، انا دلوقتي ضغط على Alt فبيبقى دوران ناحية اليسار زي ما شايفين. لو عايز، لو شلت ايدي من Alt الافتراضي بتاعي بيبقى دوران ناحية ايه، اليمين زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو جيت عملت اي حاجة بالشكل ده ممكن ان انا اروح وعايز اتراجع عنها، بروح على الفرشة عادي جدا اللي هي الاداة التانية دي، وببتدي امشي الفرشة، صغرها شوية، امشي الفرشة على ايه، على اللي هو الاجزاء دي بحيث ان هي ترجع زي الاول، تمام. طيب الأداة اللي وراها دي بتعمل زي ايه، زي كأني بعمل جزء من الصورة زوم، بصغره لما اجي اضغط كليك زي ما حضراتكم شايفين. عكسها بقى اللي هي الدايرة، اللي هي الأداة اللي تحتها دي بتعمل تضخيم. كبر شوية السايز بتاع البراش، تمام، زي ما شايفين كده حضراتكم. لو عايز ارجع، يعني احنا ممكن نكبر العين نخليها كيوت شوية، تمام، زي ما حضراتكم شايفين. وممكن ان انا اصغر المناخير دي اهو. عندنا بعدين الأداة دي بتعمل بوش من الرايت لليفت، يعني زي بتعمل زي ايه، زي يعني زي كأن حد بزق التأثير كده من ناحية اليمين لليسار. طبعا زي ما انتوا شايفين اهو، تمام. ممكن ان انا استخدم الأداة دي اللي هي بتكبر، كبر شوية سايز بحيث ان انا اكبر الراس بتاعت القطة، تمام يا جماعة، زي كأني كده ايه، مقرب على الكاميرا. دي اللي هو الفلتر اللي اسمه ليكوفاي. دي ميرور بقى، بتبتدي ازاي تأثير مراية. خلاص طيب، ممكن ان احنا كده اتعرفنا على الادوات. تعالوا كده نعمل اي شكل منها، يعني هروح على الاداة اللي هي اللي بتكبر دي، نكبر العين شوية بس مش قوي كده يعني، تمام. وهاجي عند الودان،
واستخدم أداة السمادج وأزود البرش شوية ان هي تبقى أكبر. تمام كده، وهروح على أداة السكويز دي بحيث ان انا اعمل تصغير شوية كده للجسم، واروح على أداة السمادج برضو بحيث ان انا اديله شكل كاريكاتيري بالشكل ده. تمام، بالتالي كده الفكرة وصلت في الفلتر اللي هو الخاص بالليكوفاي. طبعا انت تقدر تعمل ده على اي صورة، تقدر تعمل على اي تصميم اللي هو الجزء اللي هو بتاع الليكوفاي ده، ان انا اكبر اجزاء معينة من الصورة او ان انا اصغرها بالشكل ده من غير ما يبان تأثير ان الصورة دي مثلا تلعب فيها او فيها حاجة يعني ايه كده. طبعا هي هو بيبان التأثير اكيد، يعني مفيش قطة بالعين ده، بس انا اقصد ان هو مش هيبان عندك اني مثلا قصيت جزء من الصورة وروح بعدين كبرته، لا يعني هو الشكل، بس انا ايه كبرت اجزاء معينة فيها. هنروح على اخر فلتر عندنا اللي هو الفانشنج بوينت. في بعض الفلتر ده يعني عايزك تركز معايا فيه شوية، لان الفلتر ده انا لقيت ناس كتيرة مش عارفة الفلتر فانشنج. الفلتر ده ممكن ان انا اعمل نسخ لجزء من الصورة لما تبقى في عندي في بعد بالشكل ده، يعني انا لو عايز اعمل نسخة من الصورة من الشعار اللي موجود في الكرتونة دي، عايز اخده كده واحطه بنفس الشعار هنا، بس ياخد الزاوية اللي هي بتاعت الكرتونة اللي هنا، الوجه اللي هنا. يعني الفكرة الفانشنج بوينت اللي هي زاوية الهروب او نقطة الهروب، ودي هعرفوها اكتر الناس اللي هي اللي ليها في الرسم، ان انا لما اجي ارسم منظور فالمفروض ان في نقطة هروب في المنظور اللي هو لما انت تيجي مثلا تبص على سكة القطر، لو انت واقف في سكة القطر بتبص على سكة القطر كده، ممكن تلاقي لو الطريق مستقيم عندك ممكن تلاقي ان القطبين بتوع القطر لامسين بعض. تمام، بس هما في الحقيقة مش ايه مش لامسين بعض، لو رحت على النقطة دي مش هتلاقيهم لامسين بعض، بس هو ده اسمه هي نقطة الهروب اللي هو المنظور البعد. تمام، فلو انا عايز انسخ الصورة دي، لو عايز انسخ الشعار وعايز احطه هنا في نفس البعد بتاع الجنب ده، فبروح على فلتر واختار فانشنج بوينت. الفانشنج بوينت اول حاجة انا اعملها قبل ما انسخ وقبل ما اعمل اي حاجة، لازم احدد الابعاد اللي انا هشتغل عليه. فانا عندي البعد ده اللي هو اللي فيه الشعار، وعندي البعد ده، فانا عايز اعمل نسخة من الشعار في البعد اللي هو ده واحطه هنا. في البداية هنا اول اداة ان انا ببتدي اعمل بانل. تمام، هبتدي اضغط كليك، بيظهر معايا خط ازرق، فبضغط على الحواف اللي هي بتاعت البعد علشان احدد للفوتوشوب، اقول له والله ادي هنا الزوايا اللي هي بتاعت البعد او المنظور بتاع البعد. طيب قبل ما هرسم البعد التاني، في عندنا طبعا زي ما انتم شايفين اللي هو ممكن ان انا اكبر او اصغر، لو انا مثلا طلعت عندي مش دقيقة فممكن ان انا اكبر او اصغر فيه. فاروح بعدين اضغط برضو على كريت بانل تول علشان اعمل البعد التاني. نقطة مهمة جدا قبل ما اعمل اللي انا هعمله ده دلوقتي، لو انت لقيت ان الدنيا اتخربطت معاك ومعرفتش تظبطها من اول مرة عادي، تاني مرة عادي، تالت مرة، مش مهم عدد المرات، احنا مش داخلين ميد ترم يعني ولا امتحان ولا الكلام ده، لا هي مش مهم عدد المرات، المهم ان انت تتقنها، المهم ان انت تتقن حاجة زي كده. تمام، لقيت ان الدنيا اتلخبطت معاك وبتاع، خلاص انا اضغط كنسل مثلا واعملها تاني، فما تضايقش نفسك. تمام، طيب فهروح اضغط في النص، في النقطة اللي في النص، واسحب على قد ايه، على قد البانل التاني، خلاص.
في زوم هنا من تحت، ممكن ان انت تكبر شوية وتشوف الشغل بتاعك رايح فين وجاي منين. طبعا على طول هو بيوديني على الايديت بانل، فبتضغط كليك على اي نقطة من دول وبتبتدي تحدد المسافة اللي بالظبط بتاعت البانل دي زي ما انت شايفين كده. طبعا دي مظبوطة، دي ممكن شوية تمام تيجي كده. خلاص يا جماعة، يبقى انا كده حددت البانل الاولاني اللي هو ده، وحددت البانل التاني. انا كده هو الفوتوشوب ايه الفايدة منه؟ الفايدة من اللي انا بعمله ده، الفايدة ان هو ابتدي حدد اللي هو زاوية الرؤية او المنظور بتاع الجزء الاولاني والمنظور بتاع الجزء التاني، لان طبعا البرنامج يا جماعة 2D، فهو عايز يحدد الابعاد ال 3D بالطريقة دي. طيب على طول هروح على اللي هو السبام تول زي اللي احنا قلنا عليها قبل كده، خلاص، وهضغط على الت من لوحة المفاتيح علشان احدد الجزء اللي انا عايز ابتدي بيه. انا افضل ان انت لو في لو الجزء اللي انت عايز تنسخه فيه برضو زوايا زي كده، فابتدي بالزاوية اللي من فوق كده علشان تشوف الدنيا بتاعتك راح ازاي وكده. طيب هو دلوقتي اخد جزء، يعني لو جيت لاحظت كده في المؤشر بتاع الماوس، هو خلاص سيستم نفسه ان هو هيبتدي من النقطة دي. بصوا كده اول ما اجي من الناحية دي، شايفين بيتحرك ازاي؟ واخدين لبالكم؟ تمام كده، متهيألي الفكرة وضحت. فانا هضغط كليك وهبتدي اعمل نسخة من الشعار. طبعا اداة يا جماعة الكلون تول دي او السبام تول دي احنا اتكلمنا عليها بالتفصيل في الادوات بتاعت الفوتوشوب، تقدر ان انت ترجع للدروس. تمام طيب اهو. طبعا خلي بالك انا ضاغط بالماوس ما سايبش ايدي لغاية ما امشي كل البراش او كل السبام دي عليها. بعد ما اخلص اضغط اسيب ايدي. ايه السحر ده؟ لو جيت لاحظت ان هو اوتوماتيك، هو اوتوماتيك عمل ايه؟ ظبط الاضاءة وظبط ان دي جاي من الناحية دي. لو جيت بصيت على البعد ده، شايفين يا جماعة؟ واخدة نفس المنظور تمام بتاع اللي هو الجنب ده، ودي نفس الحكاية. بعد ما تخلص تضغط على اوكي. ممتاز 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 زي ما حضراتكم شايفين، ما تعبتش، ما قصيتش، ما نسختش. كل الفكرة ان انا حددت بعدين تمام، وابتدى عندي بالشكل ده. خلاص طبعا دي حاجة يعني ممكن انت تستخدمها في لما يبقى معاك اي موديل زي كده او اي صورة زي كده ثلاثية الابعاد، فانت تقدر ان انت تستخدم ده في الفوتوشوب اللي هو ثنائي الابعاد. طبعا دي حاجة جميلة جدا. لما اروح من قائمة فلتر واجيب الفانشنج بوينت تاني، بتلاقي ان البلين اللي انت عملتها موجودة في الابعاد بتاعتها. تمام في عندنا هنا تحديد، لو جيت لاحظت هنا في تحديد، يعني افرض ان انا عايز احدد اللي هو جزء كلمة التعليمية دي بس، فبتبتدي تحددها. ملاحظين يا جماعة ان انا حتى لما جيت حددت التحديد جاي على يعني بالظبط كده عليه، وواخد اللي هو البعد نفسه. تمام طيب فعادي هنا انا حددت اللي هو الجزء ده خلاص. حتى لو انت جيت حركت التحديد، بتبص وتلاقي ان التحديد بيتحرك معاك بالشكل البعد على كل بلان لوحدها. تمام طيب ادينا انا حددت هنا. بص كده ممكن ان انا اروح اضغط على الت على الجزء اللي انا محدده، اروح اضغط على الت من لوحة المفاتيح وعند الجزء اللي محدده كده اقف عليه. تمام الجزء اهو، بس اكون واقف على التحديد، فاضغط على الت من لوحة المفاتيح. ممكن ان انا اعمل منيها نسخة تاني
ولاحظوا يا جماعة ان انا لو رحت وديتها على اي زاوية، بص كمان لما اجي اروح اوديها كده الزاوية دي، يا سلام، زي كأنها كده ان انا بلزقها لزق بالشكل ده، شايفين؟ خلص كده واضغط على الزر اوكي. زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، التأثير جه بنفس الابعاد بتاعت الكرتون. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الدرس اللي هو بتاع الفلاتر، وطبعا الجزء الاول لازم نسمعه الاول علشان نقدر نفهم ده. لو عجبتك الفيديو ياريت تعمل لنا لايك، ومتنساش الاشتراك في القناة. طبعا يا جماعة الاشتراك في القناة او ان انت تعمل لايك او ان انت تعلق، الحاجات دي يعني بتديني دفعة شوية ان انا اشتغل، بتحسسني ان في ناس مهتمة، ان انت ما حتى على الاقل على الاقل خالص ان انت مثلا تسيب تعليق اذا كان كويس او مش كويس الفيديو، استفدت ما استفدتش، دي اقل حاجة يعني ان انت ممكن تعملها. طبعا ليك حرية الاختيار اذا كنت انت هتشترك ولا لا، بس انا كل اللي انا محتاجه والله انا محتاج التعليق، ان انت تقولي ان انت استفدت، ايه الاخطاء اللي انا بقع فيها مثلا في الشرح، ايه اللي انت محتاجه، ايه اللي انت عايز تتعلمه، الحاجات دي انا يهمني والله التعليق يا جماعة قبل الاشتراك وقبل كل حاجة، لان انا عامل ده لوجه الله خالص. فاتمنى الاستفادة. كان معكم حسن حمدي من 3H Studio. السلام عليكم ورحمة الله.